تواصل عيادات البعثة الطبية المصرية العمل على تقديم خدماتها للحجاج المصريين، وذلك بعد إتمام الحجاج لطواف الوداع في اليوم الأخير من أيام التشريق. أنهى ضيوف الرحمن أيام التشريق الثلاث ورمي الجمرات لغير المتعجلين، وقد شهد جسر الجمرات انسيابية ومرونة خلال تصعيد ضيوف الرحمن إلى الجسر لرمي الجمرات الثلاث والعودة إلى مكة المكرمة لاستكمال الرحلة المقدسة. عيادات البعثة الطبية المصرية عادت بكامل طاقتها للعمل بمكة المكرمة والمدينة المنورة لاستقبال الحجاج المصريين لتقديم الخدمات التشخيصية والدوائية كافة على مدار الساعة. الخدمة الطبية احنا بنقدم زي قبل المشاعر تماما دلوقتي، الأدوية متوفرة. أغلب شكاوى الحجاج طبعا ليها علاقة بالإجهاد الشديد، المجهود العضلي اللي عملوه، حالات الإجهاد الحراري، الجفاف، ارتفاع في درجة الحرارة، أدوار برد، ألم في العضلات، تقرحات أو جروح بسبب المشي لفترات طويلة أو بسبب الزحام. الحاجات دي كلها الحمد لله الأدوية بتاعتها متوفرة. الحالات اللي بتحتاج أكتر من كده بنبدأ نحول على المستشفيات زي ما كنا بنعمل قبل المشاعر بالظبط. كان معانا الأدوية بالكامل موجودة معانا برضو، فلو كان في حد من الحجاج يحتاج أي دواء، حاجات مثلا مسكنات عظم، أي حاجة تخص العظام، أي حاجة تخص خفض الحرارة، الحاجات كانت متوفرة معانا سواء في ميناء أو سواء في عرفات الحمد لله. ولما رجعنا الحمد لله لما الحجاج قدوا مشاعر بتاعتهم ومناسك على خير، العيادات كلها الحمد لله اشتغلت بكامل طاقتها، كل الأدوية برضو بالنسبة لنا متوفرة في العيادات، فأي حد من الحجاج بنطمنه لو محتاج أي دواء هينزل يكشف في العيادة عادي خالص. الدكاترة قاعدين في انتظار ومستنيين، وكلنا قاعدين على مدار 24 ساعة قاعدين في أماكننا، مفيش مشكلة خالص. الأدوية متوفرة معانا تماما كأننا لسه جايين من مصر النهاردة أول يوم عشان نقدم مناسك من أول وجديد، فمنطمن الناس الحمد لله كلها إن شاء الله الأدوية متوفرة مفيش مشكلة الحمد لله. معظم الحالات التي استقبلتها عيادات البعثة الطبية المصرية بمكة المكرمة والمدينة المنورة تعاني من نزلات برد وإجهاد وحالات عظام، فهي أمراض تتوافق مع طبيعة الرحلة المقدسة. بالنسبة لحالات العظام اللي عندنا بتبقى كلها ألم عضلات من المسافات اللي بنمشي فيها، تمزقات الأربطة في اللويات والمسافات اللي احنا بنمشي فيها، تورمات في الأقدام، والحمد لله كانت البعثة موفرة كل أنواع العلاج اللي احنا محتاجينه في الفترة دي، حتى في نظام التحويل بيننا وبين المستشفيات الحمد لله رب العالمين على أحسن مستوى، فكل الحالات اللي احنا بنشك فيها في قصور أو كده بتحول على المستشفيات بيتعمل لها اللازم إذا كانت عمليات جراحية أو جبس أو حاجات زي كده، والحمد لله الأمور ماشية وربنا يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. ورغم حالات الإجهاد التي تعرض لها ضيوف الرحمن إلا أنهم أثنوا على الخدمات التي قدمت لهم، فالأجر على قدر المشقة. احنا شوية في مال يعني، بس كل الحاجات إيجابية يعني. كان في صعوبات عشان الجو الشديد والحرارة والزحام الشديد جدا، بس كل ما الواحد بيتعب بيجي هنا العيادة بصراحة بيلاقي معاملة فوق الوصف، حقيقي والله فوق الوصف. العلاج متوفر، الاستشارة متوفرة، النصيحة متوفرة. حسب راحة نفسية وارتحت ان انا جت هنا، والله ارتحت. وقابلونا مقابلة جميلة يعني الحمد لله يعني. جينا هنا قبل كده مرة واثنين وثلاثة، يعني الساعة واحدة بالليل، انا جيت بالحاج هنا الساعة 2 بالليل قبل كده، كل الطقم كان موجود. برضه اعطونا اللازم برضه عشان خاطر رجل الحاج برضه. والله الحمد لله، الحمد لله ان هو جابنا هنا وان احنا قدنا الحمد لله، وعلى قد التعب نلاقي ان شاء الله الحسنات ان شاء الله. عبد حميد لضيوف الرحمن بعد ادائهم المشاعر وسط تامين طبي شامل من السلطات السعوديه والبعثه الطبيه المصريه بمكه المكرمه والمدينه المنوره، نسال الله القبول. محمد حلمي، التلفزيون.